مشاهدينا أهلا بحضرتكم. انطلق الحوار الوطني في الثالث من شهر مايو الجاري، والذي دعا إليه فخامة الرئيس السيسي للحوار الوطني ليكون المكان الذي يجتمع فيه كل القوى السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرهم لتقديم مقترحاتهم في قطاع السياحة. فهذا القطاع من أكثر القطاعات التي تتأثر، وإذا تم استغلال موارد مصر السياحية الاستغلال الأمثل والتعامل مع ملف السياحة بشكل جيد سيعود على مصر بالتأكيد بالنفع، وذلك من خلال إدخال العملة الصعبة عن طريق السياحة وجذب السياح لمصر. مشاهدينا، في هذه التغطية سنستعرض لحضرتكم أهم المحاور التي تحدث عنها خبراء السياحة من وسائل جذب السياح لمصر. الدولة المصرية تتبنى استراتيجية سياحية حتى 2030 لجذب 30 مليون سائح بدخل من العملة الصعبة بقيمة 30 مليار دولار لتحظي بأكبر عدد من السياح، لكن هناك بعض التحديات الواجب الدخول في نقاش جاد بشأنها للوصول إلى ذلك الرقم. ولتحقيق ذلك الهدف، فقد وضع عدد من الخبراء والمستثمرين في مجالات السياحة المختلفة نقاط عدة من شأنها تحفيز الاستثمار السياحي والوصول إلى مبتغى وخطة الدولة المصرية نحو جذب 30 مليون سائح عام 2030. فقال محمد الشناوي عضو لجنة السياحة بالحوار الوطني، زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والطيران وتطوير المطارات إضافة إلى منهج خاص بسلوكيات التعامل مع السائح يدرس في المدن السياحية، وأن إزالة أي معوقات تواجه السائح في الشارع أبرزها تعامله مع البازارات السياحية وسائقي التاكسي، وأن حكومة البنية التحتية للسياحة عنصر هام عبر دعم مراقبة نشاط وأداء ومستوى السياحة في مصر، إضافة إلى الحكومة بأسلوب رشيد لرفع كفاءة وجودة الخدمة الفندقية التي تحقق المنافسة السياحية، وأيضا تعزيز الطاقة الاستيعابية في الفنادق في مصر عبر دمج الشقق السياحية في منظومة السياحة لتعظيم العائد لتنفيذ الاستراتيجية لـ30 مليون سائح. أيضا الاهتمام بسياحة نزل البيئة صديق للبيئة على غرار المنتج السياحي في سيوة واستغلال الصحراء والمدن المطلة على البحار والمسارات الهامة على رأسها مسار العائلة المقدسة، وعمل شارع في كل مدينة سياحية بشكل حضاري تراثي يبرز الطابع السياحي والبيئي للمدينة ويكون مقصدا سياحيا ومزارا للسائحين. وقد شارك ناصر ترك عضو لجنة تسيير الأعمال اتحاد الغرف السياحية وقال إن آليات الدفع بالحراك السياحي واجب البدء بالمطارات السياحية إضافة إلى طرق المحيطة بها وخدمات الراكب من لحظة الوصول وتسهيلات كاملة لراحته، نحتاج لأسلوب إدارة متكامل حضاري، وأن نجاح الدول في تحقيق طفرات سياحية في تقديم تجربة إلكترونية بمطاراتها، قائلا العالم أجمع يتجه نحو التحول الإلكتروني ومشكلتنا أننا لا نريد مواكبة التغيير والتطور، فيجب إفاد بعثات مصرية من الشباب إلى أفضل مطارات العالم للتدريب والتعلم من تلك التجارب. وتساءل ترك، هل لدينا تاكسي يليق بالسياحة؟ فنحن بحاجة إلى تطوير منظومة الليموزين وتدريب المندوبين بشركات الليموزين لنعظم دورهم في ضمان تحسين التجربة السياحية. واستكمل الفنان، لدينا أفضل خطوط نقل للسكة الحديد حديثة، لكن أتحدث هنا عن كيفية حصول السائح على التذكرة أونلاين مثله مثل المصريين، وتدريب العاملين بالقطارات على التعامل مع السائح لأحداث فارق في تحسين تجربة السائح لتكرار زيارته. وإن أردنا السياحة علينا التركيز على أخطائنا وإيجاد حلول جذرية وفورية لها، مطالبا بحملة قومية للسياحة تستهدف وعي المصريين ومعرفة أهميتها، خاصة أن السياحة ترتبط بـ 72 صناعة واصفا إياها بصناعة كثيفة العمالة، مؤكدا أن محرك قوي لدورة الاقتصاد وتحقق نتائج أسرع وأقوى من أي نشاط اقتصادي آخر. أيضا إعادة تخطيط الاستثمار السياحي في الساحل الشمالي للمنتجعات السياحية
أسوة بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، موضحا أن الساحل الشمالي يحتاج إلى منتجعات سياحية كبرى، قائلا يكفي إضاعة الفرص من استثمارات سياحية بالبحر المتوسط، ضاربا المثل بتونس التي تحقق 10 ملايين سائح في موسم الصيف، وأنطاليا واليونان التي حققت ملايين السائحين فقط خلال شهور الصيف. أيضا تشكيل هيئة تنشيط السياحة 70% من القطاع الخاص، مرجعا ذلك بأنهم جالبي السياحة إلى المقصد المصري ويدركون احتياجات السائح، طالب باستقلال هيئة تنشيط السياحة للوصول إلى نتائج إيجابية وبتمويل خاص بها من القطاع الخاص والدولة لتكون هناك رؤية وحكومة الملف. فلو كل مسؤول نزل ميدان العمل وتابع كافة التفاصيل سنكون في منحنى آخر، موضحا أن مقارنة سياحة مصر بالدول الأخرى ظالمة، مؤكدا أن مقاومتنا السياحية أكبر بكثير عن العالم العربي، ينقصنا فقط معالجة السلبيات وتعظيم الإيجابيات. وقال رامي فايز مالك أحد الفنادق السياحية وعضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق إنه يجب أن تكون دولة صديقة للسائح والمستثمر، بمعنى أن نقدم تسهيلات وتسييرات سواء في القدوم إلى المقصد المصري أو الخدمات المقدمة، أو وضع رؤى واضحة للاستثمار السياحي وخطط مدروسة تدر عائدا على القطاع والمستثمر دون الوقوع في ركود الروتين، إضافة إلى منح حوافز استثمارية السياحة المصرية متنوعة المنتج، وينقصنا زيادة رحلات الطيران والتسويق، إضافة إلى اتساع الاستثمار السياحي المحلي فضلا عن جذب مستثمرين دوليين عبر استراتيجيات تضاعف الاستثمار، وبذلك نحقق طفرة في الأرقام السياحية. مشاهدينا انتهت تغطيتنا، واشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.